انه من الواضح الواحد لما بيجي يخش تطبيق جديد بيعمل ايه؟ بيبتدي يعرف التطبيق ده بيتكلم ازاي؟ الناس اللي بتخش نوعيتها ايه؟ الفولورز اللي ممكن يسمعوني قد ايه؟ للاسف الشديد الناس محتاجه بس تتعلم شويه علشان تقرا الموضوع وتشوفه. اشكركم على حسن تعاونكم معنا. احنا هنخش النهارده الظاهر في مسلسلات كتير. مسلسلات النهارده كتيره جدا 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 اللي هنتكلم فيها. فالحقيقه انا بشكر كل المسؤولين على الكلاب هاوس حتى لو ما كانوش اهلاويه. انا ما اعرفش، ما هو اصل ممكن يطلع يقول لك بعد يومين ثلاثه ايه اصل كلاب هاوس ده كل اللي عملوه اهلاويه. لكن طبعا دي اي كلام. من فضل حضراتكم ما تتكلموش عن المظلوميه مره اخرى لانها ليست حقيقه. كل جمهور النادي الاهلي يعلم هذا الموضوع. حضرتك عايز تكسب تعاطف، روح اكسب تعاطف جمهورك، مالكش دعوه باي جمهور تاني. هي دي رسالتي لحضرتك، لانه او حطه حد يتكلم، يعرف يتكلم عن انجازات النادي بتاعه. انجازات النادي بتاعه. شوفوا يعني انا امبارح الحقيقه سعيد ومبسوط جدا بايه؟ بالمتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، وطلع يتكلم راجل بيتكلم منتهى الشياكه، منتهى الاخلاق، منتهى 1 2 3 4 5 6 7 8، القرارات اللي طلعت كذا، القرارات اللي ما طلعتش كذا، هنتكلم في كذا، هنقول كذا 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 كذا. اتعلموا، ما فيش والله ما في مشكله، ما فيش مانع ولا في مشكله ولا في مانع ولا احنا هنزعل. بالعكس ده قدر النادي الاهلي ان الكل يتعلم من النادي الاهلي كيفيه الاداره، كيفيه الاداره في الملعب، كيفيه الاداره خارج الملعب، الانشاءات اللي بتحصل، كل الامور دي حضرتك عايز تعلمها اتعلمها. والله ما عندنا مشكله. انا بقول لحضرتك لما بتقعد مع اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن خطيب بيقول لك احنا بنموت نفسنا عشان خاطر نادينا، بنحب هذا النادي، عايزين نعمل افضل حاجه للنادي ده. هو ده الاسلوب اللي احنا دايما، او ده الاسلوب والطريقه اللي النادي الاهلي دايما بيمشي بيها عبر تاريخه. محدش بيقول محمود الخطيب، محدش بيقول صالح سليم، محدش بيقول حسن حمدي، محدش، لا، يقول لك النادي الاهلي من 1907 ل 2021. من 1907 ل 2021، لو حضرتك حطيت هنا صور كل رؤساء النادي الاهلي، مش هتلاقي كل رؤساء صور النادي الاهلي موجوده من 1907، مش هتلاقي واحد متغطي عليه، وواحد متشال، وواحد عليه قضيه، وواحد مش عارف ايه، لا 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 لا. من 1907 هتلاقي صور رؤساء النادي الاهلي، عندنا برنامج محاضر مجلس الاداره، كل رؤساء النادي موجودين. عشان كده احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو ايه؟ ها؟ البيت الكبير. البيت الكبير. اتعلمه. دايما انا لما بعوز اتعلم من حاجه بروح لوالدي. ابويا اللي رباني، اكلمه، ايوه يا حاج والله في 1 2 3، قول لي اعمل فيها ايه؟ يقول لي يا ابني في 1 2 3 اعمل كذا كذا كذا. قيم ومبادئ واخلاق، هو ده اللي احنا ماشيين عليه، وهو ده اللي احنا بنتربى عليه في حياتنا وداخل النادي الاهلي.